cancer antigen 125 or CA125. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالكانسر انتجين 125. هنبتدي بالسينونيم. CA125 هو اختصار الكانسر انتجين او اختصار الكربوهيدرات انتجين، وكمان ممكن نسميه كارسينوما انتجين 125. بنقيس الـ CA في عينة السيرم. الريفرنس فاليو اب تو 35 يونت بير ملي ليتر. في الميثود اوف ميجرمنت بنقدر نقيس الـ CA عن طريق الإلايزا تيست داخل المعمل، وكمان بنقدر نقيسه عن طريق الرابيد اميون اسي تيست. الـ CA125 عبارة عن جلايكوبروتين بيبقى موجود في النورمال اندوميتريال تيشو، بمعنى انه هو عبارة عن جلايكوبروتين موجود طبيعي في أنسجة اليوترس اللي احنا بنسميها الاندوميتريال تيشو، وعشان كده بنلاقي النورمال فاليو ممكن بتوصل لحد 35 يونت بير ملي ليتر. الـ CA بيحصل له increase وبيظهر في البلد في حالة الـ destruction of endometrial protective barrier، بمعنى لو حصل أي destruction للإندوميتريال تيشو سواء نتيجة للكانسر أو نتيجة للإندوميتريوزيس، فبالتالي بتعمل opening للبارير أو بتكسر الحاجز اللي بيمنع خروج الـ CA125، عشان كده بيوصل للسيركوليشن وبيزيد في البلد. وده بيحصل نتيجة لأن الكانسر سيل بيحصل لها رابيد مالتيبليكيشن، علشان كده حجمها بيزيد بشكل كبير جدا، وعشان كده بتعمل ديستراكشن للبارير وبتفرز كمية كبيرة من الـ CA125، عشان كده بيحصل له ليكج أو شيدنج وبيوصل للسيركوليشن. الـ CA125 عبارة عن سيرفيس انتجين، بمعنى ان هو موجود على السيرفيس للكانسر سيل، وخاصة الابيثيليال اوفيريان كانسر زي ما احنا شايفين في الصورة. هو موجود على السيرفيس واحنا سميناه انتجين لان اما بنحقنه داخل الجسم بيتكون ضده انتيبوديز، عشان كده احنا بنسميه كانسر انتجين. وزي ما احنا شايفين في الصورة الـ CA عبارة عن tiny part او جزء صغير جدا من اللارج مولكيول اللي احنا على بعضه بنسميه الـ MUC16 او بنسميه ميوسين 16. فبالتالي الـ CA هو الانتيجينيك بارت من المولكيول الكبير اللي احنا بنسميه الميوسين 16، زي ما احنا شايفين في الصورة بيبقى موجود في اكتر من منطقة داخل المولكيول. نتيجة لوجوده على الأوفيريان كانسر سيل، زي ما احنا قلنا الكانسر سيل بيحصل لها رابيد مالتيبليكيشن، عشان كده بيحصل شيدنج للـ CA من السيل سيرفيس، وبالتالي بيحصل له ليكج وبيوصل للسيرم اسوشيتد ويز هاي مولكولار ويت جلايكوبروتين، بمعنى ان هو بيبقى جزء من لارج مولكيول اللي هو ميوسين 16 واللي بيقدر يوصل للسيرم، واحنا بنقدر نعمل له ديتكشن في السيرم عن طريق الإلايزا تيست. عشان كده الـ CA125 عبارة عن إنديكيتور أو ماركر للأوفيريان كانسر. زي ما قلنا في الاختصار احنا سميناه كانسر أنتجين أو كربوهيدرات أنتجين اللي هي معنى كلمة CA، ولكن ايه أهمية الرقم الموجود اللي هو 125؟ الـ CA125 هو عبارة عن الفيرست تيومر ماركر أوف أوفيريان كانسر، بمعنى ان هو اول تيومر ماركر اكتشفوه للأوفيريان كانسر، وتم اكتشاف الكانسر انتجين بعد 125 محاولة. فعشان كده الرقم اللي هو 125 ده بيدينا انديكيشن على عدد المحاولات اللي تم فيها اكتشاف الكانسر انتجين في حالات الأوفيريان كانسر. وتم اكتشاف الـ CA125 من خلال ان حصل immunization للماوس، حصل له انجكشن بالسيرس اوفيريان كانسر سيل لاين، بمعنى ان الاوفيريا كانسر اتاخد من المريض وحصل له بيوروفيكيشن واتعمل منه سيل لاين، وبعد كده خدوا من السيل لاين ده وحقنوا داخل المايس. بعد كده المايس عمل ديفلوبمنت لمونوكلونال انتيبادي، بمعنى ان المايس كون انتيبوديز ضد الـ CA الموجود على الاوفيريان كانسر، عشان كده هم سموه كانسر انتجين وادوله رقم 125 اللي هو رقم المحاولة لاكتشافه في المايس.
الانديكيشن واي وي ميجر ال سي اي 125 داخل المعدة. اول حاجه بنستخدمه فور مونيتورينج ذا ريسبونس تو اوفيريان كانسر تريتمنت، بمعنى ان احنا بنستخدمه عشان يدينا انديكيشن على نجاح التريتمنت اللي احنا بنسميها مونيتورينج للتريتمنت، بمعنى ان احنا بنقيسه قبل التريتمنت وبعد التريتمنت. لو قل بعد التريتمنت ده يدينا انديكيشن على سكسس اوف تريت. كمان بنستخدمه في السيرفلنس of women with history of ovarian cancer for the early detection of recurrence or relapse، بمعنى ان احنا بنستخدمه كمان في الwomen اللي بيبقى عندهم history او تعالجوا من الovarian cancer، فبنقيس الـ CA 125 annually يعني كل سنة، بحيث ان احنا نكتشف اي recurrence او عودة مرة اخرى للكانسر، لان في الحالة دي الـ CA بيزيد بعد ما كان حصل له decrease، عشان كده هو مهم في الـ Early Detection of Recurrence. الـ Interpretation الـ CA 125 زي ما قلنا هو عبارة عن Tumor Marker، عشان كده بيزيد في حالات الـ Malignant Condition أو في حالات وجود الكانسر، وخاصة الـ Epithelial Ovarian Cancer لأنه بيفرز كمية كبيرة من الـ CA 125 زي ما احنا شايفين في الصورة الموجودة على اليمين، بيحصل enlargement للأوفري نتيجة للأوفيريان كانسر على حسب الستيج of tumor. والـ CA 125 بيبقى له diagnostic sensitivity، بمعنى ان الـ level of CA بيزيد مع زيادة كمية التيومر داخل الأوفري اللي احنا بنسميه الستيج. في حالة الستيج نمبر 1 او نمبر 2 بتبقى السنسيفيتي 50%، بمعنى ان كمية التيومر بتبقى قليلة زي ما احنا شايفين في الصورة، والسي اي بيحصل له انكريز في 50% من البيشنت. بينما في الستيج 3 and 4 بنلاقي السنسيفيتي بتاعته بيحصل لها انكريز، في الحالة دي بتوصل السنسيفيتي من 80% ل 90% نتيجة لزيادة كمية التيومر زي ما احنا شايفين في الصورة، وبالتالي بنلاقي 90% من البيشنت بيبقى فيها زيادة كبيرة جدا للـ CA 125. كمان الـ CA 125 بيزيد في حالات الاندوميتريال كانسر اللي هو الكانسر الموجود في طبقة الاندوميتريم الموجودة في اليوترس، وكمان بيزيد في حالات الفالوبيان تيوب كانسر. دي كلها بنسميها جاينيكولوجيكال كانسرز سواء في الأوفري أو في اليوترس أو في الفالوبيان تيوب. ولكن الـ CA 125 له بعض الليميتيشن، بمعنى ان هو have low specificity نتيجة لانه هو بيزيد في الاذر كانسر الموجود في بعض الاورجان الاخرى زي في حالات الليفر كانسر، البريست كانسر، اللنج كانسر، الكولون كانسر، وكمان بيزيد في حالات البنكرياس كانسر. وطالما الـ CA 125 بيزيد في انواع كتيرة من الكانسر بالشكل ده، ففي الحالة دي بيبقى have low specificity، بمعنى ان انا ما بقدرش استخدمه لوحده في اكتشاف الاوفيريان كانسر، لان زي ما احنا شايفين هو بيزيد في انواع اخرى من الكانسر، عشان كده بنسميه have low specificity. بالاضافه لكده كمان الـ CA 125 بيدينا false increase اللي احنا بنسميها false positive results، نتيجه لان هو بيزيد في حالات الـ benign conditions. benign condition بمعنى ان هي non neoplastic conditions زي في حالات الاندوميتريوزيس، في حالات البريجنانسي وخاصة في الفيرست تريمستر، كمان في حالات المينستريشن، لان زي ما احنا قلنا هو بيتفرز طبيعي من الاندوميتريال سيلز، عشان كده كل الحالات الموجودة قدامنا دي بتكسر البارير، عشان كده بيزيد الليكج للـ CA 125 وبيزيد في البلد، كمان بيزيد في حالات اليوتراين فايبروزيس والاكيوت سيلبنجايتس، كمان بيزيد في حالات الهيباتيك ديزيزز والانفلاميشن الموجود في البروتينيوم والبيريكارديوم والبلور، لان الاماكن دي برضو بتقدر تعمل برودكشن للـ CA 125، عشان كده الانفلاميشن او الميتاستاسيس للتيومر في الاماكن دي بيزود الـ CA بكميه كبيره. زي ما قلنا الـ CA 125 بنستخدمه فور مونيتورينج للثيرابي، عشان كده بنقيس الـ CA قبل العلاج وبنسميه الـ baseline level، بعد العلاج بنقيسه تاني، لو حصل decrease في الـ CA ده indicate effective
ثيرابي او افكتيف ريموفال للتيومر بواسطه السيرجري. الميجرمنت اوف سي اي 125، بنعمل ميجرمنت للسي اي 125 بطريقتين. الطريقه الاولانيه بنستخدم فيها الاليزا تيست فور سي اي 125 باستخدام الاليزا كيتس زي اللي موجوده قدامنا في الصوره على اليمين، وفيها بستخدم المونوكلونال انتي بوديز تو ريكوجنايز السي اي، لان احنا قلنا هو عباره عن بروتين او انتيجين، عشان كده بقدر اعمل مونوكلونال انتي بودي ضده اللي بتقدر تكتشفه اثناء الاليزا تيست. والاليزا تيست بتدينا كوانتيتيف ميجرمنت للسي اي 125 في السيروم. الميثود الثانية وهي الرابيد تيست، بنستخدم فيها الرابيد كروماتوجرافيك اميون اسي فور كواليتيتيف ديتكشن للسي اي، سواء في عينة الوول بلاد او في السيرم او في البلازما. زي ما هو موجود في الصورة الموجودة على اليمين بنلاقي فيه اتنين باند، باند للكنترول وباند للتيست سامبل. اما بتدينا بوزيتيف ريزلت معناه ان حصل انكريز في الـ CA 125 بدون ما تحدد القيمة بالظبط، عشان كده بنسميه Qualitative Detection. وبالتالي في النهاية يبقى احنا عرفنا كل المعلومات الخاصة بالـ CA 125، وعرفنا ان الـ CA 125 عبارة عن Tumor Marker. كمان عرفنا الـ Causes of Increase CA 125 Level، وهي عبارة عن الـ Ovarian Cancer mainly، وكمان بيظهر في الأزر تيومر الموجودة في الأورجان الأخرى. كمان عرفنا الإنديكيشن or why we measure الـ CA 125، بنستخدمه كمونيترينج للبيشنت response to anti-neoplastic therapy. normal value of CA 125 up to 35 unit per milli. how is the test done؟ بنقدر نقيس الـ CA 125 في عينة الـ serum sample باستخدام الـ ELISA test. Is this test enough to diagnose cancer? No. طبعا احنا ما بنقدرش نستخدم الـ CA 125 لوحده في اكتشاف الكانسر نتيجة لـ low sensitivity و low specificity، ولازم بنستخدم معاه radiological and pathological test عشان نعمل confirmation للـ diagnosis.